بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل حديثنا عن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فنقول: ابتدأ هذا المجموع المبارك بخطبة بليغة للشيخ، ابتدأها بحمد الله والثناء عليه بأسمائه وصفاته وبما تفضل به على عباده من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وبما تكفل به سبحانه من حفظ كتابه وسنة رسوله من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم ثنى بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. ثم بين عظيم نعمة الله على عباده بإرسال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما قام به صلى الله عليه وسلم من تبليغ هذا الدين وهداية العالمين حتى طلعت شمس الإيمان وأدبر ليل البهتان وعز جند الرحمن وذل حزب الشيطان وظهر نور الفرقان واشتهرت تلاوة القرآن وأعلن بدعوة الأذان وقامت حجة الله على الإنس والجان. ثم بين رحمة الله عليه أنه لا سعادة للعباد ولا نجاة لهم إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله خلق الخلق لعبادته، ولا يمكن تحقيق العبادة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة ليست على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي ضلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال رحمه الله: قد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من 40 موضعا من القرآن، ثم ذكر جملة من هذه المواضع، ثم قال رحمه الله: فبمحمد صلى الله عليه وسلم تبين الكفر من الإيمان، وأهل الجنة من أهل النار، فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب، فإن هذا يعني الطعام والشراب إذا فات حصل الموت في الدنيا، وذاك يعني معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فات حصل العذاب. فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته. ثم بين رحمه الله أن طريق النجاة من العذاب الأليم هو الرواية والنقل، وأن العقل وحده لا يكفي، فكما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور قدامه، فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة. قد أتم الله النعمة على الأمة، قال تعالى: وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وذكر رحمه الله آيات كثيرة في هذا المعنى، وذكر عن جمع من العلماء أن الحكمة المذكورة في هذه الآيات هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بين رحمه الله أنه لما كان القرآن متميزا بنفسه لإعجازه وكونه منقولا بالتواتر، لم يطمع أحد في تغيير ألفاظه وحروفه، وإنما حاول الشيطان إدخال التحريف والتبديل في معانيه بالتغيير والتبديل،
وطمع أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل بعض العباد وأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدى والسداد، فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق والباطل، وقام كل من علماء المسلمين بما أنعم الله عليه وعلى المسلمين، فقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث، وقام علماء النقل بعلم الرواية والإسناد، فسافروا في البلاد وصبروا على المصاعب الشداد، ليحفظ الله بهم دينه كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدونه من كل فج عميق، وكما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ويظهر بها الهدى ودين الحق ولو كره المشركون. وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سلما إلى الدراية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقول، وكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات، وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الإسلام والسنة، يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم، وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد، وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل. وأما هذه الأمة المرحومة فقد عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين الله معقول أو منقول، وإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول، فإذا اجتمع أهل الفقه على قول لم يكن إلا حقا، وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقا، لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم، وهم في ذلك على درجات، منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية، ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية، ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يبلغ عنه من شهد لمن غاب، ودعا للمبلغين عنه بالدعاء المستجاب، فقال في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال أيضا: نظر الله امرؤا سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي هذا دعاء لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها، ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ. قال سفيان بن عيينة: لا تجد من أهل الحديث إلا في وجهه نظرة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.